علاج الغفلة. علاجك للغفلة أيها المسلم الكريم المداومة على ذكر الله وعلى الصلاة في أوقاتها تضع المولى عز وجل نصب عينيه، هذا أول علاج للغفلة. من علاج الغفلة أيها المسلم الكريم تلاوة القرآن. لزاما عليك أن يكون لك ودا من القرآن، لأن الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا تكون حياته ضنكة غافلة. قال جل وعلا: ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلم الكريم علاج الغفلة المداومة على جلوس مجالس العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ورزقهم الله فيمن عنده. أيها المسلم الكريم لزاما علينا أن نضع هذه الأشياء نصف أعيننا، أن تصاحب الأخيار من الناس. هذا هو علاج من علاجات الغفلة التي بينها لنا العلماء، أن تصاحب الأخيار، لأن الصاحب هو الذي يسحبك إلى الخير، وصاحب يسحبك إلى الخير، وصاحب يسحبك إلى الشر. وقال قديما: الصاحب ساحب. فلينظر أيها المسلم الكريم المسلم من يخالف. قال صلى الله عليه وسلم: